بس كلام. ورجعنا من جديد مستمعينا ومشاهدينا ومكملين معاكم اليوم في انستا ستار، ومعانا الضيفة الرائعة الفنانة جميلة الخويلدي. طبعا فيه مسج بس لفت انتباهي من نهاية رقم 98-94، فيقول السلام عليكم، تحياتنا ليكم ولضيفتكم الكريمة وعائلة الشاهي توا وحداي. يا ريتني بحداكم يا شاهي معاكم، ولا هو يجيب العالة ويجيب بحدانا. مش مشكلة عادي. حاليا حنحكوا شوية على الماضي شوية. فبداياتك كانت في عام 1998 ومسلسل كان شعبان في رمضان. فطبعا الله الله على سيرة الأسماء المسلسلات زمان، فكانت حتى هي رائعة جدا، يعني الاسم يرسخ في البال. فلو نحكوا عن البدايات، يعني وقتها كيف كان ممكن دعم الأسرة ليك في دخول هذا المجال؟ كيف كنت حاسبة خطوة أنك بتمثلي؟ ففي الفترة هذيك يعني لو تنقلين الأحداث وكيف كنت، يعني كيف اللي كان صاير بالضبط؟ والله هو تلقيت أني والأستاذ الفنان رمضان الزاوي في مزدة، فقعدت نهدر زنوية هيك، فقال لي عندنا أعمال رمضانية، شرايك أنك تمثلي توا موسم يعني يشتغلوا فيهم ويحبوا جوه جديدة. فقلت له أنا نستشير العيلة قبل، يعني ما نقدرش نعطيك رأي إلا ما نستشير جوزي وصغاري وكلام. فلما أعطيتها رقم الهاتف، كان عندنا هاتف أرضي يعني زمان في 98 ما فيش موبايلات لمحل تمشال، وكانت شوية يعني مصر بالضبط. فجيت يعني اجتمعت بالأسرة وقلت لهم موضوع واحد اثنين ثلاثة، وش رأيكم أنتم يعني حابة الفكرة وواحد تجربة يعني يخوضها. فقالوا لي إذا كان عندك رغبة ما عندناش مانع، ما فيش مانع. اتصل بي بعد يومين قلت له عادي ما فيش مشكلة والأسرة يعني موافقين. فقال لي تعالي المسرح الجديد قبل مستشفى الجلال في شارع عمر المختار. قدرت أني وجوزي وصغاري وجينا. هذاك اليوم احنا كنا مسافرين للجفرة لعند أصحابنا، فمرينا عليهم. بعدين طلعنا الجفرة تلاقينا احنا والأستاذ علي البوزيدي ومبروك نجيب ومجموعة من الفنانين. كانت مقابلة عمل يعني؟ لا هي مقابلة أول مرة أساس باش يشوفوني ونشوفهم. فأستاذ علي البوزيدي قعد فرحان وكي ويبيك معي في العمل على طول، ذكرها لي قال متى باي، قال لي يعني عندي شخصية جوزتي وشخصية نسيبتي. انت شو رايك يعني اما شخصية تحبيها؟ قلت له انا واني كاتب العمل. قال متى باي السد علي انا لي اول مرة المجال اللي خاش عليه ما نعرفش حتى شني يعني ترتيباتها شن كذا. انت قلت لي انت ممثل وانت قلت لي كاتب العمل وتعرف الشخصية يعني شو عشان تشوف لي مناسبة لي أكثر شخصية تشوف لي ليها مناسبة انت يعني تقولها. فقال جوزتي، قلت له خلاص ما يبارك. أعطاني حلقة في هذيك الوقت ومشينا في الحافلة متعنق للسرية، فقعدت أنا في الحافلة كلها وأني نقرأ وفرحانة. بعد ثلاثة أيام روحنا، فرجعت للمسرح وتلاقيت أنا وياهم وانطلقت من هذيك وكانت البداية. طيب تتذكري في أول راتب تحصلتي عليه؟ إيه هو في شعبان في رمضان. كم كان وقتها؟ والله هو طبعا 15 حلقة، لكن أنا اشتغلت 9 حلقات بس. 9 حلقات ايه، فاخديت 999 بالضبط. جنيه من راح؟ كانت استمارة لذا استمارات ذاك الوقت، قاعدة نذكر فيه دينار حق الاستمارة كلها 9 999 تمام. شن درتي بيه أول راتب؟ يعني أكيد حيكون لي طعم خاص ويكون شعور حتى هو من نوع خاص، أن أول دور تقومي بيه وأول راتب تتحصلي عليه. أكيد هو كان شيء في رمضان الشهر الكريم والحمد لله، وعارفين مصاريف رمضان واللبس الصغار متاع العيد وكذا، ففرحت كل شيء صرفته لصغاري. وكان يعني قريب الألف يعني، فكان وقتها يسوى ويجيب. وكل فضلت صغاري على نفسي، فبحبحتيهم زي ما نقول. يلا ان شاء الله ربي يخليك ليهم يا رب. طيب من بعد بدت البدايه وبدت تتوالى الاعمال فيعني حضرتك من الفنانات اللي مش ديما عندهم ممكن اعتراض على الادوار او كذا، ف
بدل مش من الناس اللي يخلوا الدور يفرض عليهم، بس انت تفرضي نفسك على الدور وتقول بالدور زي ما انت تحبيه. إيه فهل من الصح ان ديما الفنان ما يرفضش اي دور يجي؟ يعني ما تحسيش ان مرات يكون في ادوار مش حتنال النتيجه اللي كان مخطط لها؟ اسمع انت ما دام ممثل يعني اي شخصيه تقدر تلعب فيها انت زي ما تبي، يعني كيف ما لا انت ممثل. أي. يعني ما فيش دور ما يقدرش يناسبك. يعني ما أنا في طبعي ما قدرش ناخد دور معنا واحدة صغيرة أيه. يعني طالبة كده، ونحب دور الأم، يعني شخصية البنية الجسم كده، شخصية الأم نحبها من قبل. يعني لما كنت صغيرة أنا وأخوتي كأني أم، وبعدين يعني صغاري وبعدين أحفادي والحمد لله. يعني الشخصية هذه نحبها، لكن ما يمنعش تاني أنني جاني دور مدرسة، جاني دور يعني جارة، جاني دور كذا، يعني أحدي ما عنديش مشكلة. لكن أنت مدوم ممثل يعني تقدر تلعب كل الشخصيات، ما ترفضش أي دور. يعني علاش الرفض أو انتقال أدوار؟ في يقول لك أنا هذا الدور ما ارتحت لهش، هذا الدور ما يمشيش معايا، هذا دور. لكن الحمد لله يعني كل الأدوار اللي يعطوهوني مناسبة، ومن ضمنهم مسي عليها بالخير الفنانة القديرة الأستاذة زبيدة قاسم، تحياتنا لها، صاحبتي وزميلتي وكذا. ففي مسعودة وفكارها السوداء لعبت معها عدة شخصيات. كان في تنوع، كان في تنوع كبير، لدرجة ان قاعدوا شدينها علي هلبة قصة الهدهد الكندي لما مشيت مزين شنو. فقلت لي جميلة عادي تشتغليها، ما تطلعي في الشارع معناها هيك وشعرك مشفشف معناها متاع. قلت لها عادي ما عنديش مشكلة، هذا الدور، هذا دور هيك يطلب عليها، عادي نخدمها ما فيش مشكلة. فاختمتها دور عجوزة كبيرة هيك وحالتها تعبانة، وبعدين صبت علي قرد المميز تشربني. يعني إيد انت لازم تكون ممثل يعني لجميع الادوار. مش حلو مع تنوع الشخصيات وتنوع الادوار اللي تصير واللي بتنعرض على الممثل، فاغلب الادوار او الادوار اللي حضرتك قدمتيها، فكل الشخصيات كنت على درايه بها في الحياه الواقعيه، او في بعض الادوار اضطريتي انه ممكن يعني مثلا شخصيه مدرسه، فانك انت تمشي تشوفي حياه المدرسه كيف تعاملها في المدرسه، يعني تزوري الشخص اماكن اليوميه للشخصيات هذه؟ لا ولا عمري مشيت. فكيف تقتبسي في الاجواء؟ طبعا احنا زمان كنا طلبه ونشوفوا في البلاد، يعني انت بتقعد بدات صغير بتخزن المعلومه هذه. وبعدين ما شاء الله كنت عندي صغار كان يقروا، تو احفادي ديما يقولوا يما 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 وكذا، يعني نشارك فيهم في إنسان أنت عايش، يعني الحدث عايشة. هذاك لو ما قريتش أني بك ولا مشيتش مدرسة كذا ممكن يغتصب علي نمشي نشوف الأبلة كيف قريب، لكن أنت يعني عايش الشيء هذا تقدر تلعبها شخصية وأنت مستريح فيها. يعني تحبي ممكن لو جاك دور شخصية شريرة 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 يعني، يعني هل بتغامري بتلعب بهذه الشخصية، ولا بتقولي لا الناس تعود علي بالشخصية الأم الطيبة شخصية كذا فما بيش يصير اللبس؟ هو زمان في عمل للأستاذ عبد الرحمن حقيق باهي منوع، وللإخراج الفنان المرحوم محمد مختار رحمة الله عليه رحمة الله يعني. فكان أني موعد دوري ممرضة، ويعني كيف ممرضة ملائكة رحمة وتعامل في المرضى. هذاك الوقت يعني هم ملائكة رحمة وهي ممرضة، هذه ما تبيش تشتغل يعني بأعصابها بكده تعامل في المرضى. فكان عمي مرعي المدني لو حي نمسي عليه بالخير، ولو متوفي الله يرحمه لأن فترة ما عادش تواصلت معه، ولا عاد نعرف أخباره، يعني بدأت بعد الأحداث هذه نتاع الفترة اللي فاتت في طرابلس. فخديه هو دور المريض وني دور الممرضة، الممرضة الشريرة، الممرضة الشريرة تصدق لدرجة إني نجري بيه في السرير في الممر ونقرد عليه. عشت الدور يعني. يعني عشت الدور الشريرة نجري مشي قالي أقسم بالله لو ما نعرفوش طبيعتك هيك شنو نقول هذه صبحتك.
هذه صغيرة يعني قلت لك لازم الفنان يعني وممثل يعيش الشخصية يتقمصها ويتقطع وما تخافيش من ردة فعل الجمهور إنه ممكن يعني زي ما نشوف مرات الجمهور يعني يصدق المسلسل لدرجة إنه يحب البطل لأنه طيب ويكره ممثل تاني بس لأنه هو العب دور الشرير فما تخافيش منها النقطة هذه لا ما نخافش منها ليش لأن إحنا هذه رسالة فلازم توصل لازم توصل للمشاهد يعني انت في ناس طيبه وفي ناس شريره يعني زي ما تشوف هيك تشوف هيك ما نخافش منها عادي طيب في المسيرة كلها حضرتك يعني من البدايات لعند هذه اللحظة ومع اختلاف الأعمال واختلاف جروبات العمل وكذا في مرة تذكر يعني فعلا يعني في أحد الأعمال كان فيه عليك استرس وممكن صارت فيه أو مشاكل أو يعني تعرضت لضغوطات فيه ولا كانت كل الأمور تمشي زي ما حابة جميلة لأخوالدي وفي سلاسة يعني في أنا أحس في العمل كله لما أي عمل نشتغله سواء مع يعني فنانين كبار أو مبتدئين زي ما متاع في الكابينة أو أي شنو نحس فيهم أسرة واحدة والعمل كله سبحان الله يمشي يعني نفس حلوة نفس حلوة فهي هذه اللي بتعطي يعني روح للعمل وتخلي الكل يعطي بشكل حلو طيب بالنسبة للأعمال اللي اشتغلتي فيها والأعمال اللي ما اشتغلتيش فيها أي منهم كان فيه شخصية فعلا يعني كانت حابتها جميلة لأخوالدي أو تحس أن هذا هو الدور يعني أن هذه أنا فهل كان الشخصية من الأعمال اللي أنت قدمتها أو شفتيها واحدة من الزميلات قدمتها وكنت حابة وتعتقدي أن هذه فعلا كانت تمثلك الشخصية أنا كل الشخصيات اللي اخذتها في الأعمال نحس فيها كأنها كاتبينها لي يعني مخصوص الواقع متاعي لأن زي ما قلت لك أنا نفضل في شخصية الأم أكثر حاجة يعني نحبها ما في يعني دوار تانية عادي نأخذها لكن أغلب الشخصيات جيني شخصية الأم نحس فيها كأنها كاتبينها لي يعني وأنا الأسرة اللي نتعامل معها كلها يعني سواء الفنانات الكبار نحس فيهم إخواتي الكبار أو قراب مني البنات نحسين بناتي أو إخواتي اللي أصغر مني الشباب كذلك يعني نحس في روحي كأنها أسرة يعني أسرة كأنها داخل بيت كبير أي. فعلي هذا الأساس نتعامل يعني العمل كأنها كاتبة نقول يعني أنت في أسرتك هيك وعيشي حياتك معاهم حلو طيب بالنسبة للأعمال الجديدة واللي فيها شباب ووجوه جديدة فكيف تتعاملي معاهم يعني هل تحسي أن في منهم حد خايف من هذه التجربة فكيف كيف تتصرفي معاهم في اللوكيشن أول شيء ديما خير كيف حالكم وليداتي كذا منورين ربي يحفظكم هيك نشوف عشان درتوا هي تعمل قراني وياك خد شخصية هي خليني نقرأ دوري انت قرأ معي الدور فكل قراب منهم فهذه يعني اسأل كل جروب اللي اشتغلت معهم بالذات يعني حتى في شباب القبيلة هيك تعالى انه بيشد معي الناس خلنا نروح نيه شوف مثلا كده يعني نتعاون بسطيلهم الأجواء يعني نتعاون معهم هيك الحمد لله حلو فتحسي ان الجيل حضرتكم يعني من الفنانين الكبار وكذا تحسي هل الكل قاعد يساعد في الجيل الجديد او ان تحسي فيه تقصير والله يعني زي ما حكيت لك الجروب اللي اشتغلت معاه كلهم نبدو عيلة واحدة كن ساعدوا في بعضنا يعني الأعمال اللي ما فيهاش أنا الله أعلم لكن كل الأعمال اللي فيها أنا احنا أسرة واحدة من الكبير للصغير للفنيين يعني كنا عائلة كنا نعاونوا في بعضنا وكنا حلو طيب بالنسبة للدراما والإنتاج الليبي حاليا قعدنا نشوفه فيه تطور فيه تغيير فيه بالضبط على مستوى الكتابة على مستوى الإخراج كل الشغل يعني فهل تحسي أن هذه الخطوات جت متأخرة شوية؟ فعلا جت شوية متأخرة يا ريتها قبل الوقت هيك كان أحسن لكن الحمد لله يعني حتى متأخرة أحسن ما جتش مرة واحدة ما جتش بكل فراضية وفرحانة باللي قاعد يصير الحمد لله طيب اليوم تعتقدي ان الاعمال العربيه المشتركه فمش ديما نشوفه يعني نشوفه فيها بكثره يتم انتاجها ولكن مش ديما نشوفه في فنانين ليبيين فهل العتب واللوم على الفنان الليبي او على اللي مسؤولين على التسويق للفنان الليبي مثلا عرض المسلسلات ان قصد دعوه الحضور المهرجانات وكذا التعريف لا لا ما فيش لوم على الفنان الليبي التقصير مش من الفنان مش من الفنان من التقصير ما نعرفش
بس ان تحسوا ان من المفروض يكون لينا وجود في الدراما العربيه المشتركه أكيد اللي أكيد فيها أكيد كل أكيد الجنسيات. اكيد اكيد. فان شاء الله يا رب نكون يعني فعلا نشوفوا هذه الخطوه او الخطه اللي قاعده فيها تقدم وتقدم ملحوظ، فان شاء الله نشوفوها تستمر احسن واحسن والدراما تثبت وجودها باذن الله. ان شاء الله يا رب. مش بس كلام.